الجنوب. اهلا بكم. اكد عمرو البيض عضو هيئه رئاسه المجلس الانتقالي الجنوبي الممثل الخاص لرئيس المجلس للشؤون الخارجيه رفض المجلس وضع شروط مسبقه لمحاوله تغيير ميزان القوى قبل الدخول في مفاوضات سياسيه. البيض اشار في حلقه نقاشيه بالبرلمان البريطاني الى انه من غير الممكن الانخراط في عمليه سياسيه ناجحه دون الاقرار بقضيه شعب الجنوب ووضع اطار تفاوضي خاص لحلها. استعادت قوات الحزام الأمني في محافظة أبيان اليوم الخميس سيارة مسروقة تابعة لمشروع سد حسان بعد ساعات من سرقتها. فرق التحريات عثرت على سيارة في منطقة يزعق الواقعة بالأطراف الشمالية لمنطقة باتيس، وذلك بعد بلاغ من إدارة المشروع بالواقعة. كشفت منظمة حق للحقوق والحريات اليوم الخميس بالعاصمة عدن تقريرها الحقوقي الذي حمل عنوان الحصاد البشع للذئاب المنفلتة خلال مؤتمر صحفي أقامته بالعاصمة عدن، وحمل إحصائيات عن الجرائم الإرهابية وضحاياها في عدن وأبيان وشبوة خلال الفترة من 2015 وحتى العام 2022. وحضر فعالية الكشف جمع من القيادات الجنوبية والصحفيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني والباحثين والأكاديميين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان. سحبت بمكتب الشباب والرياضة في محافظة شبوة اليوم الخميس قرعة كأس شبوة لكرة القدم للأندية، والتي ستقام بمشاركة 18 ناديا تحت رعاية دائرة الشباب والرياضة في المجلس الانتقالي الجنوبية. القرعة التي أشرف عليها فرع اتحاد الكرة في المحافظة أسفرت عن 9 مواجهات بالدور الأول. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.